طبيب ليش؟ يبعث لأيديه التقطيع وجيه التقطيع يحطوه بها الشارع والشارع يبزع عليه ويبزع عليه ربي محرم الله محرم هيك بجوز قل له هيك بجوز قل له عمي لا كنت دخيلك قل له هيك بجوز لكن تسا ما شفت بحرم ما شفت بحرم هيك بجوز ما شفت بحرم يا خي رد فرج بحرم اللي صار دعوه مثل هبره قل له هيك بجوز بيت الله قل له عمي بجوز بيت من الله هذا بيت الله يا شباب هذا بيت الله هذا ما نتملك بيت الله يا شباب بيت الله هذا بيت الله ترجو يا شباب الله حط له ايدين ايدين يا رب الله حط له ايدين ايدين صباح يوم الثلاثاء 25/12/2012 قصف المساجد قصف بيوت الله هذا بيت الله هذا بيت الله أنا بدياري داري كم تشحو كم تشحو صارت يا حرم أنا أثريتي من كبرت خيرين كم تشحو صارت يا ويلي ما يخافوا من الله لا يتفرج البيوت والله فاتت علينا بلودك قل له عمي هيك بجوز بيت الله بيت بجوز من الله هذا بيت حرم بيت الله يا شباب صاحبه بالأراضي ما يتم أطفال ما يتم راميل ما عمل راميل يا ويلي ما يخافوا من الله بس يا ويلي ما يخافوا من الله يا ويلي ما يخافوا من الله يا رب الله يجزيهم يا رب الله أكبر الله أكبر أدلب معرض مصريين أسار قصف العشوائي الذي يستهدف مساجد الله بيوت الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر على كل من طغى وتجبر الله أكبر على كل من طغى وتجبر ثلاثاء 25/12 قصف قوات الأسدية على الجامع الكبير في معرض نصرين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل جامع الكبير جامع أسدي لا حول ولا قوة إلا بالله